من جديد، بعد فترة طويلة من التردد والمعارضة، توصل مجلس النواب الأمريكي لتسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسمح بتمرير خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسليح المعارضة السورية. يأتي هذا فيما قدم رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي في رسالة تقييما غير سري لخمسة سيناريوهات للتدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري، وتتراوح بين تقديم معلومات استخباراتية والتدريب على استخدام الأسلحة وصولا إلى نشر جنود للهجوم ولتأمين المواقع التي توجد فيها أسلحة كيميائية. بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الصراع في سوريا، حسم الكونغرس الأمريكي أمره وقرر دعم خطط الرئيس باراك أوباما الرامية لتسليح المعارضة السورية. وفي هذا السياق قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي مارك روجرز إن المخاوف التي تصاعدت في الفترة الأخيرة في أروقة الكونغرس وخاصة بين نواب لجان الدفاع والمخابرات قد تراجعت إلى حد كبير. وأوضح روجرز وهو عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري أن الإدارة الأمريكية باتت حاليا في وضع يسمح لها بالمضي قدما في خططها لإرسال أسلحة نوعية للمعارضة السورية. وتزامن مع هذه التصريحات رسالة وجهها رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي إلى الكونغرس، حدد فيها خمسة سيناريوهات للتدخل العسكري في سوريا. وقدم ديمبسي في رسالته تقييما غير سري لخمسة سيناريوهات للتدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري، تتراوح بين تقديم معلومات استخباراتية والتدريب على استخدام الأسلحة، مرورا بتنفيذ هجمات محدودة عن بعد باستخدام الضربات الجوية والصاروخية لمهاجمة الدفاعات الجوية السورية وهيكل القيادة. الخيار الثالث الذي طرحه ديمبسي هو إقامة منطقة حظر طيران، لكنه أشار إلى أن تكاليف هذا الخيار تصل إلى مليار دولار شهريا وتنطوي على المخاطرة بفقد طائرات أمريكية مع احتمال الفشل في تقليل العنف، لأن سوريا تعتمد بصفة أساسية على الأسلحة الأرضية لا القوة الجوية. الخيار الرابع هو إنشاء مناطق عازلة باستخدام القوى المسلحة، حيث يمكن للمعارضة أن تتدرب وأن تنظم نفسها مع تلقي حماية من هجمات القوات الحكومية. وفي النهاية تحدث ديمبسي عن إمكانية نشر الآلاف من عناصر القوات الخاصة وقوات برية أخرى للهجوم وتأمين المواقع الرئيسية حيث مخابئ الأسلحة الكيميائية في البلاد. وكان البيت الأبيض أعلن في يونيو أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسلحة بشكل مباشر، فيما يأمل مؤيدو المعارضة السورية أن يبدأ تسليم الأسلحة التي ستقدمها الولايات المتحدة لهم في أغسطس المقبل. ورغم أن الخيارات المطروحة نوقشت من قبل، فإن رسالة ديمبسي كانت أشمل ملخص علني للكيفية التي يمكن بها للجيش الأمريكي مساعدة مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمخاطر المحتملة والتكاليف. إلا أن ديمبسي أشار في الرسالة إلى أن أي قرار محتمل بإرسال جنود أمريكيين إلى سوريا هو قرار سياسي.